شهيد إنسان خلوق طيب، شاب كباقي شباب أبناء فلسطين بشكل عام. هو بمارس الرياضة، بعمل بالمول، والدته وخواته موجودات هون بالبلد. يعني ذاهب للصلاة لأداء فريضة صلاة الفجر. حدث أن تفاجأ بالجيش، هو يحمل عنوان هوية في بطاقة الهوية اللي هو عنوان غزة. يبدو تفاجأ في الجيش، خاف من الاعتقال، حاول أن يدخل بداخل عمارة قيد الإنشاء، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي قاموا بإطلاق النار عليه وأصابوه، فسقط جريحا ولم يستشهد. ثم قام الاحتلال بأخذه إلى مستوطنة بيت إيل، وهناك تم تصفيته. لا يوجد عملية، رواية الاحتلال كاذبة ورواية دائما جاهزة للاحتلال. لا يوجد عملية، شاب لا يوجد معه أي شيء، يمارس عمله في المول ما بين ذهابه إلى صلاة الفجر ثم عودته لأداء ممارسة الرياضة والقيام بما عليه من واجبات. تم قام الاحتلال بأخذه إلى المستوطنة بيت إيل، ثم هناك اتصل الاحتلال في تمام الساعة 5:30 إلى 6:00 تقريبا على الهلال الأحمر الفلسطيني، وأبلغهم للحضور لأخذ جثمان الشهيد أحمد رمزي السلطان. المهم في الموضوع أن الاحتلال كان مفترض عليه عندما سقط جريحا أن يأخذه إلى أقرب مستشفى بالداخل للقيام بعلاجه وإسعافاته وفقا للمعايير والشرائع السماوية والقوانين الدولية والإنسانية. أما هكذا القتل بدم بارد، هذا تغول من حكومة إسرائيلية متطرفة يقودها مستوطنين بن كفير وألون وسموتريش وعلى رأسهم نتنياهو.